مثلا الطالب الجامعي جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد. يسعدني أشد السعادة أن أقف اليوم أمامكم لأتوجه إليكم بالتحية الخالصة والتقدير العميق على تلبيتكم الدعوة للحضور معنا في هذا اليوم البهيج الذي نحتفي فيه بخيرة طلبتنا، وذلك بتقلدهم المراتب الأولى بعد عناء وجهد متواصل منذ أن وطئت أقدامهم رحاب الجامعة. ارتأى مجلس الجامعة إطلاق اسم المرحوم البروفيسور محمد رغيوة على دفعة التخرج 2023-2024، وذلك اعترافاً وتقديراً لما قدمه هذا الرجل من خدمات جليلة